خليني اتكلم بلغتنا بقى هنا احنا في مصر، واتكلم بقى عن رصد حضرتك لرد افعال رجل الشارع الامريكي البسيط. زي ما عندي رجل الشارع المصري بيهتم داخليا وخارجيا، فاكيد رجل الشارع المصري رجل الشارع الامريكي عفوا، كيف استقبل اخبار فوز دونالد ترامب؟ نعم، احنا في بلد فيها 50 ولاية وفيها 350 مليون مواطن وفيها تنوع في الاعراق وفي الثقافات وفي وجهات النظر، وفيها كمان انقسام سياسي حاد حصل في خلال الاربع سنوات السابقه. الحقيقه اداره الرئيس بايدن وضعت الشعب الامريكي في حيره، وجدوا نفسهم على مدى اربع سنوات يدفعون كدافع ضرائب اموال لا اول لها ولا طائل في دعم الولايات المتحده الامريكيه لحزب الناتو ولا اوكرانيا في حرب روسيا ضدها، وفي دعم مسبوق غير مسبوق من اداره بايدن لاسرائيل التي جعلت صوره امريكا امام العالم اهتزت، ليست فقط داعمه لاسرائيل بل مشاركه فعليا في الحرب. نقدر نقول الشارع الامريكي جزء كبير منه الشباب اللي بيشكلوا 40% من كتله الناخبين كان عندهم عدم اهتمام بالسياسه الخارجيه سابقا، ولكن بسبب حرب اسرائيل على غزه اللي كانت حرب على الهواء جعلت هذا الشباب يكون له اهتمام من الناحيه السياسيه، ومن ثم لماذا انتقلت بعض اراء الناس الذين كانوا يدعمون الحزب الديمقراطي ولم يقفوا في صف كاميلا هاريس وانتقل الى الصف الاخر ترامب. البعض منهم قناعه بترامب والبعض الاخر ليس قناعه منهم عن ترامب، ولكنه اقل ضررا مما كانت تحمله اداره الرئيس الاسبق او الرئيس الحالي نقدر نقول بايدن. طيب. وبالتالي الشارع الامريكي حاليا في لحظه ارتياح، ان الفتره اللي فاتت دي كان في احساس بان هناك امه في خطر وامه في خطر تريد ان يكون هناك قائد يستطيع ان يلملم ذراع هذه الامه. مستقبل الصراع في المنطقه مش هتكون روسيا هي العدو الكبير في امريكا، ولكن الصين هي العدو الاقتصادي والعسكري مستقبلته، ومن ثم قائد زي ترامب لما يكون في البيت الابيض هيعيد ترتيب الامور في الشرق الاوسط زي ما قال بالتليفون هيوقف الحرب في الاثنين في الشرق الاوسط وفي اوكرانيا. فالشارع الامريكي اجمالا الناس عندها نوع من الاحساس بالامن والامان، انه سيعيد السيطره على الحدود، سيعيد امريكا قويه كما كانت وسوف تظل. تمام، وبالتالي كان في هدوء في استقبال الخبر بان ترامب فاز. تمام.